الأندية طرحت طرحها بمنتهى الاحترام الشديد جدا جدا جدا، وكل واحد طلب طلباته، والاتحاد بعد أن استمع إلى آراء الأندية بالكامل شكرهم، أو اللجنة شكرتهم، واجتمعت بعد كده حوالي ساعة أو ساعة ونص، والحمد لله وصلنا إلى يعني تقريبا حلول لمعظم المشاكل اللي موجودة. وقررنا إنه كلفنا الأستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من بطولة الدوري العام، وأيضا المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخبات الوطنية أو مدير المنتخب الوطني الأول إنه ينسق مع مستر أجيري بخصوص المرحلة القادمة، ويتم العرض مرة أخرى يوم الاثنين المقبل. تم الاتفاق على عقد جلسة مجلس إدارة يوم الاثنين القادم بإذن الله لعرض هذه التصورات وطرحها أو إعلانها للرأي العام بالكامل. طبعا اخترنا ان احنا ننهي ان شاء الله مسابقة افريقيا اللي كل المساندة وكل المؤازرة لنادي الزمالك ان شاء الله في لقاء النهائي مع فريق نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الافريقية، وبالتالي سيجتمع مجلس ادارة ان شاء الله يوم الاثنين الساعة 1 ظهرا، والاجتماع مش هيكون مطول عشان يعلن كل القرارات الخاصة باستكمال الموسم. ولكن في نقاط مهمة ممكن استبق لكم الاحداث بيها شويه، انه بالتاكيد اتضح ازمه المشاركه في البطولتين، البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وده امر اثار ارتباك كبير جدا في جدول الدوري العام. اتضح كمان ان اتحاد الكوره كان واخد اختصاص هو ليس اختصاصه بحجز الملاعب وموضوع الجماهير في المباريات المختلفه، ده ليس اختصاص الاتحاد المصري لكره القدم، وبالتالي بيتم الان مناقشه ازاي انه الانديه هي اللي تحدد ملاعبها والانديه اللي تحدد جمهورها. هذا ليس دور الاتحاد المصري لكره القدم. بدايه الموسم الجديد اللي اقدر اوعد حضراتكم بيه هيكون عندك دوري كامل من الاسبوع الاول للاسبوع الاخير، سواء للدوري العام او لمسابقه كاس مصر باذن الله تصور بالنسبه لمسابقه الكاس، وده كان الحقيقه اجماع النهارده من مجلس اداره بالتنسيق مع المهندس هنا بريده رئيس المجلس. وبالمناسبة كل المجلس كان بيحاط علما بكل ما يحدث عن طريق الاتصالات المباشرة عشان يعرفوا كل ما حدث. إمكان أنه الجولة الأخيرة كلها تتلعب في ميعاد واحد، هيراعي بقدر الإمكان هذا الأمر يعني.